أقوى مننا وليهم يعني ليهم دول غنية يعني. فإحنا بالرغم من كده بنقول إيه، الحد الأدنى تبقى الحاجة موجودة موجودة. أنا عايز أقول لكم، وبرضو كنت بكلم إخواننا المزارعين في الموضوع ده، قلت لهم قلتوا لنا اعملوا أسعار استرشادية مشجعة، صح يا دكتور؟ حاضر، عملنا أسعار استرشادية مشجعة. طيب لما عملنا الأسعار ديت، أنا مش جاي أقول يعني ألوم حد، لكن أنا بتكلم مع نفسي مع أهلي. إحنا كل أم ليه أنتوا أهلي؟ أم ليه؟ وليه الشرف والله. ها والله. ها والله. فعملنا 5 سلع وحطينا سعر استرشادي مشجع على الناس تعمله. أول ما إخواننا المزارعين وهم اليوم حق لقوا سعر الرز حد تاني قدم أكتر، يا دكتور مصطفى راح إيه؟ راح مديونه. بس خلي بالكم، أنا كنت باخد الرز ده بحطه في التموين. بحطه فين؟ في التموين. طب التموين بيمس كام؟ حد يعرف؟ هقول لكم، 70 مليون. التموين لكام؟ 70 مليون. فانا لما كنت هاخد الرز ده بالسعر اللي انا اعلنته المشجع، اللي هو اعتبرته ان هو يعني يشجع المزارعين على هم يزرعوا، لما لقوا ان في فرصه احسن عملوا ايه يا دكتور؟ راحوا باعوه. لا باس، لا باس، جوه مصر هيوصل لاخر الناس، بس هيوصل للناس سعره ايه؟ غالي بقى. ما انا اللي كنت باخده وبيعه بسعر ايه؟ مدع. لكن لما حد تاني هياخده هيبيعه بقى زي ما اشتراه. يعني انا كراجل في القطاع الخاص خدت كيلو رز مثلا وصل معايا 17 18 زي ما اجيبه، مش هبيعه بقى بنفس السعر وانا جبته ليه؟ ابيعه ب 20، ابيعه ب 21 زي ما انا ولا يا دكتور. لكن احنا كدوله لما بناخد ده هو القمح، ليكوا كلكم بقول، الانتاج في مصر ممكن يبقى 8 9 10 مليون طن. خلي بالكم 10 مليون طن. طيب حد يقول لي اصل احنا في الريف عندنا بنخلي عندنا دقيق في البيت، يعني قمح في البيت يعني، عشان بنعمل شويه حاجات كده في المناسبات المختلفه. طب احنا اللي خدناه لغايه دلوقتي 3.5 ولا 3 3.5 مليون طن. يعني في البيوت كم طن؟ 6.5 مليون. 6.5 مليون طن. طب هو المخابز بتاعت الدولة وبتاعت الناس على مستوى الدولة بالكامل بتبيع لمين؟ للناس كلها. لمين؟ طيب أنا لما باخد القمح ده أي مكان السعر اللي أنا خدته بيه، هو أنا وبرضه بقول الكلمة دي عشان ما حدش يقول لي الله أنت بتتكلم وكأنك أنت صاحب الحكاية. لا، أنا بس مسؤول معاكم، لكن أنا مش صاحب الحكاية ومحدش صاحب الحكاية. إحنا أصحاب الحكاية، إحنا أصحاب الحكاية. بس خليني البحيرة أكبر محافظة زراعية، مش كده ولا إيه؟ عشان كده يعني بركز شويه في موضوع القمح والذره والرز والكلام ده. بس انا كنت هاخد القمح ده، الرغيف بيكلف 80 قرش، ببيعه بكام؟ 5 قروش، مش كده يا دكتور مصطفى؟ 5 قروش. يعني انا مش باخده هبيعه حتى بثمنه، لكن لو حد تاني خده هياخده عشان يتاجر فيه. طب انتوا النهارده لو انا ما لقيتش ان القمح اللي موجود، لان انا عامل دايما كدوله ان احنا يبقى عندنا رصيد احتياطي ما يقلس عن ال5 6 شهور، واحنا حرصنا على الكلام ده بقالنا 5 سنين، مش كده؟ قلنا ان احنا يبقى دايما عندنا رصيد الرز، القمح، الزيوت، اللحوم والدواجن ما تقلش عن ايه؟ عن 6 شهور، عشان
يعني ما تحصلش أزمة. وكلام ده كان في البوتاجاز قبل كده كان في مشكلة وبقينا نفس الكلام موجود عندي، لا بأس. فأنا كنت هاخد القمح ده بالسعر اللي أنا قلت عليه ده، وبعد كده حدي للناس اللي هو للمدعم بخمس قروش. طيب لو أنا النهاردة ما لقيتش الطلب ده موجود في العشرة مليون طن اللي احنا بنعملهم في مصر، بيعملهم مين؟ مزارعين مصر، هضطر اخد منين؟ هشتري من بره.